رئيس الجمهورية يطالب من الولاة والمنتخبين المحليين بالخروج من الروتين في العمل لتحقيق تنمية محلية وأهداف اقتصادية كفيلة بإخراج قطاع الشؤون المحلية من مختلف أزمته والابتعاد عن الرتابة في تسيير المشاريع. أتوقع من كل واحدة ومن كل واحد منكم أن ترتقوا بجديتكم ومثابرتكم فوق العمل الروتيني الرتيب المقتصر على تنفيذ برامج عمومية وسياسات مبلورة ومقررة مركزيا واعتماد نهج جديد في التسيير قوامه المبادرة والاستباقية والتسيير بالأهداف والمقاربة بالنتائج. انسوا زمن البترول وشمروا عن سواعدكم وابحثوا عن كيفية جديدة لخلق ثروة وتنمية اقتصادية بديلة، كلمات ركز عليها رئيس الجمهورية في رسالته للولاة. التخلص من التبعية للريع النفطي وتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود انطلاقا من خصوصيات الأقاليم المحلية التي تمثلونها أو تشرفون على إدارتها، وعصرنة إدارتنا وتأهيلها بإدماج واع وهادف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في نموذج يكون فيه المرتفق في قلب المقاربة، ومواصلة الجهد لتعزيز مكتسبات التنمية البشرية ومضاعفة الجهد من أجل الاستجابة لحاجيات مواطنينا حتى في أقصى ربوع وطننا. التخلص من التبعية للريع النفطي وتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود انطلاقا من خصوصيات الأقاليم المحلية كانت أهم توصيات رئيس الجمهورية للولاة، فالتنمية تنطلق من الجماعات المحلية وأساسها تشجيع الاستثمار والتخلص من شوائب البيروقراطية.